فيها الوطن. كيف نشجع الآخرين على أن يكونوا صالحين؟ كيف نبني وطنا ومجتمعا يلبي طموحات المستقبل؟ أكون مواطنا صالحا عندما أصير قوي الإيمان بوطني وأقاتل من أجل حقوقي وأصون كرامة وطني بكل ما أملكه من شغف. أكون مواطنا صالحا عندما أكرم الشباب أمثالي بأننا أمل الغد. وأدفع ضرائبي في الوقت المحدد ولا أمارس الاحتيال الضريبي. أحترم القانون ولا أنتهك القيم المدنية. وأدعم محاربة الفساد لأصل إلى حقوقي. لكي أتمكن من الإسهام في بناء المجتمع بعيدا عن الفساد. أكون مواطنة صالحة عندما أحترم رأي الآخر وملكيته الخاصة. عندما أصوت في الانتخابات لأختار الشخص المناسب. وعندما أعبر الظلم والاستبداد وأساعد المحتاجة. وأحافظ على البيئة وأدعو إلى إعادة التدوير. وأحارب السوسة التي تنفر قلب المجتمع. أكون مواطنا صالحا عندما أساهم في إعادة وطني إلى لقبه القديم سويسرا الشرق. هكذا أكون مواطنا صالحا.